مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا الخبر العاجل. حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 16 وذلك ببلدية العوينات. الحادث يتمثل في انحراف سيارة، حيث خلف الحادث متوفى واحد وذلك من جنس أنثى تبلغ من العمر 9 سنوات، وخمسة جرحى تتراوح أعمارهم ما بين 2 و43 سنة، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى، فيما تم تحويل المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث. إن لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله الشفاء العاجل للمصابين. شكرا لتتبعكم، ونجدد اللقاء في خبر جديد إن شاء الله.